بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نستمر في الأدعية الطيبة الزكية المباركة إن شاء الله، وإن كان هنالك في بعضها شيء في السند وبعضها لم يعرف له أصل، إنما علينا بنفس الدعاء. ذكر الإمام الغزالي رحمه الله هنا، نعم صحيح، جميل جدا. لمن لا يعرف كيف، يعني لمن لا يعرف كل هذا الكلام، ذكرنا من كلام الإمام الغزالي نقلا عن رجل كان يعرف ببركة دعائه، كان يقول: اللهم اجعلنا جيدين. لا دعاء شو جيدين، ألا تقول هذا شيء جيد وهذا غير جيد مثلا؟ صح ولا هذا الممتاز أكثر من أكثر من ذلك بالعامية بأي لغة؟ يعني إنسان أسلم وهو مثلا لغته اللغة الإنجليزية، يسأل الله عز وجل قبل أن يتعلم اللغة العربية، أي لغة بأي لهجة بأبسط الكلمات اطلب بس. دعاء الخضر عليه السلام، يقال إن الخضر وإلياس عليهما السلام إذا التقيا في كل موسم لم يفترقا إلا عن هذه الكلمات: بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كل نعمة من الله، ما شاء الله الخير كله بيد الله، ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. فمن قالها 3 مرات إذا أصبح أمن من الحرق والغرق والسرق إن شاء الله تعالى. إنك إن علمت، ويجب أن يكون هذا إيمان المسلم، أن الخير بيد الله عز وجل فلا تطلبه إلا من الله. أنت تأخذ بالأسباب، أنت تأخذ بالأسباب، لا تقعد يعني تتمنى الأماني وتحلم الأحلام ولا تقوم من مكانك ولا تفعل ولا تعمل. أنت تريد أن تقوم من الليل، سمعت الإخوة الكرام قبل الدرس يتحدثون عن قيام الليل، تريد أن تقوم من الليل، لا تمنيها، لا تمنيها، اعزم وانوي وبت على تلك النية وخذ بالأسباب، وحينما تقوم ما شاء الله قم قم، يعني ما شاء الله أن تقوم، تريد أن تصوم انوي وبت على تلك النية، كن رأس مالها، كن رأس مالها دقائق، طبعا دقائق يعني احسبها أنت بصورة صحيحة، دقائق تصلي فيها من الليل ودقائق تتسحر إذا خايف من قلة الطعام والشراب، لا دقائق يعني صحيح. وفي الشتاء النهار قصير جدا، لا تكاد يعني تعلو شمس الصباح حتى تغيب مساء، يعني بالكاد هنالك نهار، بالكاد هنالك نهار. إذن اللهم اجعلنا جيدي يا رب، تقبل منا. نعم، لا يصرف السوء إلا الله. السوء في السياسة والسوء في الاقتصاد والسوء في الاجتماع، دعاء معروف الكرخي رضي الله عنه، كرخ لأنه كرخ بغداد. قال محمد بن حسان، قال لي معروف الكرخي رحمه الله: ألا أعلمك 10 كلمات، 5 للدنيا 5 للآخرة، من دعا الله عز وجل بهن وجد الله تعالى عندهن. قلت اكتبها لي، قال لا ولكن أرددها عليك كما رددها علي بكر بن خنيس رحمه الله: حسبي الله لديني، اللهم احفظ علينا ديننا، حسبي الله لدنياي، حسبي الله الكريم لما أهمني، حسبي الله الحليم القوي لمن بغى علي،
اللهم حسبنا الله لمن بغى علينا. حسبي الله الشديد لمن كادني بسوء. حسبي الله الرحيم عند الموت. حسبي الله الرؤوف عند المسألة في القبر. حسبي الله الكريم عند الحساب. حسبي الله اللطيف عند الميزان. حسبي الله القدير عند الصراط. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وكأنك تتحدث عن الدعاء يسير معك في مراحل هذه الحياة الدنيا، ثم ما يحدث معك عند الموت وحينما يضعونك في القبر، ثم من بعد ذلك إلى يوم القيامة. لديني، وهذه ليست من الدنيا، لدنياي. السلام عليكم. كل يوم هنالك ولادة جديدة. كل يوم هنالك ولادة جديدة. فتح لك باب من أبواب الخير فلا تصدهم بالمعصية. وقد روي عن أبي الدرداء أنه قال: من قال في كل يوم 7 مرات فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم. كفاه الله عز وجل ما أهمه من أمر آخرته صادقا كان أو كاذبا. نسأل الله عز وجل الصدق. دعا عتبة الغلام وقد رؤي في المنام بعد موته فقال: دخلت الجنة بهذه الكلمات: اللهم يا هادي المضلين، يا راحم المذنبين، ويا مقيل عثرات العاثرين، ارحم عبدك ذا الخطر العظيم والمسلمين كلهم أجمعين، واجعلنا مع الأخيار المرزوقين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، آمين يا رب العالمين. اللهم أقل عثرتنا، اللهم أقلنا. يعني تفكر الإنسان لو كانت هناك نقاش قديم كان الخوارج والمعتزلة وأهل السنة والجماعة في قضية مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة ابتداء من واصل بن عطاء كما قيل في الكتب إن صحت القضية، لكن هي موقف المعتزلة، قالوا منزل بين المنزلتين، له مؤمن ولو كافر في هذه الدنيا، ولعلهم قالوا في الآخرة راحت عليه. والخوارج كفروه بالكبيرة. لكن حقيقة أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ماذا سبقها؟ الذين يقتلون النفس التي حرم الله، الذين لا يقتلون النفس التي حرم الله ولا بالحق ولا يزنون، هذه كبائر، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يرتكب هاتين الكبيرتين، صحيح؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالح فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. معناه باب التوبة مفتوح حتى لمرتكب ايش؟ الكبيرة. لو قال بعض الناس الجنة للمليونير وهو نفسه ملياردير ما يفرقش معه، عنده من الحسنات. فهمت علي؟ هذا معنى الكلام. لو قالوا الجنة للمليونير للملياردير أقول لك إيه، أنا ضمنت حالي. يعني أنت مثلا ربنا سبحانه وتعالى حفظك من هذه الكبائر، شايف؟ انظر بعين الشفقة والرحمة لمن لا مال لديه، لمن عليه دين. اللهم أقل عثرتنا. دعاء آدم عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة رضي الله عنها: لما أراد الله عز وجل أن يتوب على آدم صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت 7 وهو يومئذ ليس بمبني، ربوة حمراء، دس على المكان. ولذلك في تعريف المسجد الأقصى عند مجير الدين الحنبلي، توفي قبل 500 بالضبط، وهنالك رجل مدفون يقال أنه هو عند ستنا مريم، القبر المسلم الوحيد اللي ظاهر، وقد يكون في السابق هنالك من دفن ولم يعرف.
يا سيدي فليكن، فليكن. القصد هنا انه كتب كتابا، محي الدين الحمد رحمه الله ورحمه علماء المسلمين اجمعين، كتب كتابا الانس الجليل في تاريخ القدس والخليل. في هذا الكتاب مجير الدين الحنبلي، في هذا الكتاب ذكر انه قاس المسجد الاقصى المبارك مرتين، من الجدار الشمالي للجدار الجنوبي ومن الجدار الشرقي، وذكر باب الرحمه يعني من قربه الى الجدار الغربي، وذكر المدرسه التنكزيه التي صدرت مرتين مرتين، والمره الثانيه للتحقق، انظر للمنهج العلمي. ومع ذلك قال المسجد الاقصى اسم للمكان، لان هذه الابنيه محدثه جديده اضيفت، يعني الاصل فيها يعني كيف يصلي الناس خارج القبلة، تمتد الصفوف يوم الجمعة اللي ما شاء الله، تمتد في رمضان، تمتد إلى من الجدار إلى الجدار. فأنت في المسجد، المسجد الأقصى اسم للمكان. وها هنا في هذا الدعاء تقول السيدة عائشة رضي الله عنها عن البيت الحرام، تقول وهو يومئذ ليس بمبني لكنه بيت حرام. الله عز وجل نعم هو المكان، نفس الشيء هو المكان، هو المكان. لأنه مثلا القبل هذا الذي نحن فيه في يوم من الأيام كان 15 رواقا، أترون هذه السبعة أروقة، كان 15 رواقا، حصل زلزال ما عندهم ميزانية يعيدون بناء 15 رواق، بنوا سبعة. هذا الجزء اللي نحن فيه تعرض لزلزال في مطلع القرن العشرين، وهذا الجزء هذه الأعمدة في الثلاثينات، وأحد أعمامي اشتغل كان دقيق على الحجر، نقش التاج، نعم يا سيدي، في الأربعينات، جزاك الله خير، نعم جزاك الله خير، أحد أعمامي اشتغل على تاج من هذه التيجان، أكبرهم كان سنا. يعني الاسم للمكان، الاسم للمكان للفضاء، لأن هنالك محاولات لإعادة تعريف المسجد الأقصى بحيث أنه المسقوف، وهذا أبدا الاحتلال يحاول أن يفعل هذا، وكان في فترة من الفترات أرسلوا هكذا صفحة للسفارات في تل أبيب يقولون أن المسجد الأقصى هو القبلي، بمعنى هذا هو فقط لا غير، هذا المبنى يعني الباقي إيش ليس بمسجد، تزييف للتاريخ وتزييف للواقع. هو كان هنالك صهيونية زمن مجير الدين الحنبلي، لم يكن هنالك مشروعا صهيونيا، حينما قال انه اسم للمكان وقال انه قاس من الجدار للجدار ومن الجدار للجدار، فهذا وقبل 500 سنة بالضبط وفاة مجير الحنبلي رحمه الله. إذن هو يومئذ ليس بمبني، ربة حمراء، ثم قام فصلى ركعتين، ثم قال اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي، اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته عليه، والرضا بما قسمته لي هذا الجلال والإكرام. فأوحى الله عز وجل إليه أني قد غفرت لك، ولم يأتن أحد من ذريتك فيدعوني مثل الذي دعوتني به إلا غفرت له، وكشفت غمومه وهمومه، ونزعت الفقر من بين عينيه، واتجرت له من وراء كل تاجر، وجاءته دنيا وهي راغمة وإن كان لا يريدها، وإن كان لا يريدها. ما عليك إلا الصبر، لله عز وجل حكمة في كل شيء، ولا تستعجلا ولا تستبطئا، لله عز وجل حكمة في كل شيء. أنت حيث أقامك أنت تأخذ بالأسباب، لكن يعلم لله عز وجل حكمة، سبحان الله. يعني ألمح هكذا، قال الشعراوي رحمه الله، قال الشعراوي رحمه الله لو أن عليك السلام
قال لو أن كل الناس أطباء يعني أصبحوا أطباء لانهارت الحياة. لو أن كل الناس أطباء لانهارت الحياة. لو أن كل إنتاج الآن أنا أتم هكذا. لو أن كل إنتاج عالم الحيوان عسل لانهارت الحياة. لو لم يكن هنالك إلا عسل عسل عسل، لا لحم ولا بيض ولا خبز ولا يعني لا قمح ولا، لو لم يكن هناك إلا عسل لانهارت الحياة. كل واحد فينا له دور بإذن الله، كل من يسر لما خلق له، هذا يريد كذا وهذا يريد كذا، ولكن سبحان الله. دعاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما قلنا الإسناد ليس بشيء، ولكن نتحدث عن الدعاء. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصح إن الله تعالى يمجد نفسه كل يوم ويقول إني أنا الله رب العالمين، إني أنا الله لا إله إلا أنا الحي القيوم، إني أنا الله لا إله إلا أنا العلي العظيم. يعني هذه الصيغة وردت في حينما سيدنا موسى عليه السلام رأى نارا ثم أمر أهله أن يبقوا مكانهم، إني آنست نارا. سبحان الله، خطاب رب العالمين، إني أنا الله، إني أنا الله لا إله إلا أنا، لم ألد ولم أولد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. سورة الإخلاص قصيرة جدا، سورة الإخلاص ماذا؟ قصيرة جدا. وإذا علمتم الأولاد الصلاة وسألتم الأولاد صليت توضأت نعم صليت نعم ماذا قرأت سيقول إيش؟ الإخلاص. إذا عرف اسمها وقل له قل هو الله أحد، الأولاد ماذا سيقرؤون؟ وهي سبحان الله مقصودة، وهي إيش؟ مقصودة. ومقاطع الأصوات فيها قصيرة، قل مقطع واحد، يعني قارنها مثلا فسيكفيكهم الله، قارنها كيف أنه هنالك مقاطع صوتية، الكلمات فيها عدة مقاطع، كلمات في عدة مقاطع، لكن هنا إيش؟ قل مقطع واحد، هو مقطع واحد، يعني كلمات كثيرة فيها مقطع واحد تناسب الجميع. والمحتوى نفي البنوة، وكأن الله عز وجل يرد بهذه الصورة على من يقول بالبنوة لله عز وجل. واضح؟ الصمد وهي المذكورة مرة واحدة في القرآن الكريم وردت في هذه السورة. الصمد المقصود بالحوائج والذي لا يحتاج إلى شيء، لأن كل شيء من خلقه، كيف يحتاج إليه وهو الخالق تبارك وتعالى. وأنك منذ نعومة أظفارك، منذ أن فهمت أن هنالك أسر وهنالك تكوين أسر، وأنت تتمنى تطلب الله عز وجل، نفسك تتوق إلى أن يكون لك ولد، صحيح؟ وهذا يدل على حاجتك، هذا يدل على إيش؟ على حاجتك. وأنك تحتاج إلى أبيك، ولذلك طلبت الرحمة والشفقة للأيتام. انظر إلى العلاقة كيف هنالك حاجة في الاتجاهين، حاجة أنت تحتاج والله عز وجل لا يحتاج إلى ولد. سبحان الله، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
تنفي الألوهية عن كل ما عداه، ليس كمثله شيء، لا تشرك بالله عز وجل، إني أنا الله لا إله إلا أنا مبدئ كل شيء وإلي يعود. كل شيء له بداية، كل شيء، ما عدا الله عز وجل مخلوق، كل شيء حادث ما عدا الله عز وجل سبحانه وتعالى، كل شيء. ولذلك كيف يوصف الله عز وجل بصفات خلقه اللي هي الزمان والمكان؟ تنزيه، يجب أن يكون هنالك تنزيه مطلق. لا تحيز، العزيز الحكيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، خالق الخير والشر، خالق الجنة والنار، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحانه، الفرد الوتر عالم الغيب والشهادة، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الكبير متعال، المقتدر القهار الحليم الكريم أهل الثناء والمجد، أعلم السر وأخفى، القادر الرزاق فوق الخلق والخليقة، سبحان لا إله إلا هو. وذكر، يعلق الإمام الغزالي هنا يقول، وذكر قبل كل كلمة إني أنا لا إله إلا أنا كما أوردناه في الأول، فمن دعا بهذه الأسماء فليقل إنك أنت الله، بدلا من قول الله عز وجل كما في الأحاديث القدسية إنك أنت الله لا إله إلا أنت كذا وكذا، فمن دعا بهن كتب من الساجدين المخبتين الذين يجاورون محمدا وإبراهيم وموسى وعيسى والنبيين صلوات الله عليهم في دار الجلال، وله ثواب العابدين في السماوات والأرضين، وصلى الله على محمد وعلى كل عبد المصطفى. انظر إلى ترتيب الإمام الغزالي، سبحان الله. هنالك مرات في عند الإمام الغزالي مثلا حينما ذكر العلماء في غير هذا الموضع، حينما ذكر العلماء الفقهاء أصحاب المدارس التي أصبحت مدارس فيما بعد، حينما ذكر الأربعة ثم ذكر بعد ذلك سفيان الثوري مثلا، حينما ذكر الأربعة لم يذكرهم حسب الترتيب التاريخي، لأن أبا حنيفة يرد تاريخيا أولا، ثم مالك، ثم مالك رحم الله أجمعين وتقبل منهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء، ثم الشافعي وأحمد بن حنبل، لكن الإمام غزالي بدأ بالشافعي لأنه هو شافعي، لأنه قضية مش قضية إيش؟ قضية تاريخ. ها هنا إذا انتبهتم قال مع يعني نسأل الله عز وجل أن نحشر مع الأنبياء والصديقين والشهداء، ذكر محمدا وذكر إبراهيم عليهما السلام أولا ثم الأنبياء، ثم الأنبياء، يعني الترتيب التاريخي فقط يعني من عند إبراهيم وموسى وعيسى، لكنه قال محمد وإبراهيم، هذا خاتم الأنبياء المرسلين، كما قال شوقي شعرا قال أمير الأنبياء سيد الأنبياء سيد ولد آدم عليه السلام، وإبراهيم أبو الأنبياء، ثم قال موسى وعيسى والنبيين، كلهم من أولي العزم، كلهم من العزم، لكن الترتيب جميل، لفتة لطيفة، اللهم صل وسلم عليهم أجمعين. دعاء ابن المعتمر وهو سليمان التيمي وتسبيحاته رضي الله عنه، روي أن يونس بن عبيد الأرجون في منام ممن قتل شهيدا ببلاد الروم فقال ما أفضل ما رأيت ثم من الأعمال، ما أفضل ما رأيت يعني بعد وفاتك الآن بان معك، قال رأيت تسبيحات ابن المعتمر من الله عز وجل بمكان وهي هذه
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق وعدد ما هو خالق، وزنة ما خلق وزنة ما هو خالق، وملء ما خلق وملء ما هو خالق، وملء السماوات وملء الأرض ومثل ذلك وأضعاف ذلك، وعدد خلقه وزنة عرشه ومنتهى رحمته ومداد كلماته ومبلغ رضاه حتى يرضى وإذا رضي، وعدد ما ذكره به خلقه في جميع ما مضى، وعدد ما هم ذاكروا فيما بقي في كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من الساعات وشم ونفس من الأنفاس وأبد من الآباد من أبد إلى أبد، أبد الدنيا وأبد الآخرة وأكثر من ذلك، لا ينقطع أوله ولا ينفد آخره. كم يعني ما شاء الله من السماوات، كم يعني ما شاء الله. مرات إذا احتجنا إلى رقم رياضي، يعني رمز رياضي، أي رمز رياضي في الرياضيات يناسب هذه الحالة، هاتوا أي رمز يناسب هذه الحالة التي نتحدث عنها إلى ما لا نهاية. ما هو الرمز؟ ما فيه. كيف ثمانية؟ كيف الثمانية؟ هذا معناه إلى ما لا نهاية. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله، يعني بمعنى إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. سبحان الله. ومع ذلك نذكر الله عز وجل ما استطعنا. دعاء إبراهيم من أدهم مع بقية دقيقة ودقيقتين ثلاث نقرأ. روى رضي الله عنه، روى إبراهيم بن بشار خادمه أنه كان يقول هذا الدعاء في كل يوم جمعة إذا أصبح وإذا أمسى: مرحبا بيوم المزيد والصبح الجديد والكاتب الشهيد، يومنا هذا يوم عيد، اكتب لنا فيه ما نقول، بسم الله الحميد المجيد الرفيع الودود الفعال في خلقه ما يريد، أصبحت بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا وبحجته معترفا، حجته علي ومن ذنبي مستغفرا، ولربوبية الله خاضعا، ولسوى الله في الآلهة جاحدا، وإلى الله فقيرا، وعلى الله متكلا، وإلى الله منيبا. ولسوى الله جاحدا. سأقول جملة قلتها سابقا أمام أحد زملائي في الجامعة، وكأنه شوي يعني قلت: من أصبح مؤمنا حقا أصبح كافرا حقا. شفت هذه الواحدة شوي تفسير. من أصبح مؤمنا، جزاك الله خير، من أصبح مؤمنا بالله عز وجل كفر بما عداه. بوذا، كونفوشيوس، صنم من حجر، من برونز، من خشب، من زجاج، من اللي بدك اياه، طواطن، الذين يعبدون النسور، الذين يعبدون البقر العظيم، من اصبح مؤمنا حقا اصبح كافرا حقا. لا تستطيع ان تمزج هكذا وهكذا. واضح شو معنى الكلام؟ تترك يعني ما أضى الله عز وجل، ما تنفعك هذه الأخشاب التي تصنعها. قيل عن سيدنا إبراهيم عليه السلام، هو اتهم بس مشان يبين لهم لقومه، اتهم كبيرهم، كسر كل هالآلهة، خلها الواحد، جاء قوم تصوروا انت وجوههم، اطلع على وجوههم الآن، مين اللي كسر هذول؟ هذا كبيرهم، هذا الصنم. طب هم عارفين انه هذا الصنم ايش؟ لا بيكسر ولا يصلح ولا يفسد ولا يطعم ولا يسقي ولا يغني ولا، طب استهزاء، عرفوا انه استهزاء. والحديث تتم ان شاء الله. سلام. الله عليكم.